هذو ذراري يتامى، يتامى الأب والأم. قبل ما يموت بويهم وأمهم كانوا عايشين في خيمة، كانوا متواجدين في هذيك الخيمة. أمهم كانت تعاني من مرض السرطان، ومن بعد توفات. كي توفات خلاتهم عايشين مع بويهم. بويهم كان شيباني كبير، كان في عمره 83 عام، مربيهم، يغسل لهم، يوكلهم، يشربهم، كان هو متولي بهم، متولى بهم. من بعد بويهم كان مريض، كان عندهم سرطان بروستات، صافي كانوا غير الناس يجيبوا له ياكل كي مرض، الناس يجوا يغسلوا لهم، ما كانوش يقراو. ريتاج كانت دخلت روطار، كانت كبيره تما، كانت تما داخله ليكول، داخله روطار. اكتشفهم واحد صحفي، راح ليهم صور معاهم في 2021، ومن بعد تضامنت معاه الناس، جابوهم هنايا، شاف لهم هذا السكن اللي راهم متواجدين فيه دروك، كرا لهم مع المحسنين، تعاونوا مع المحسنين وكراو لهم هذا السكن. بويهم نهار الاول كي دخل هذا السكنه، الليله الاولى اللي دخل فيها لهذا السكنه توفى. صافي من هذاك النهار هما ساكنين في هذا الدار. صافي كوما يوكلوهمش الناس، ولا ما كوما يجيبولهمش الناس، خطرات يقعدوا هكاك، خاطش الناس ما تعرفهمش غا بزاف، وما تعرفهمش كاع. انا عرفتهم في هذيك الفتره، نروحوا هكا حنايا جمعيه سنابل الامل، شغل نروحوا نجيبوا نعد المحسنين، تفكروهم مسجلينهم ثاني في كيف اليتيم، تجيبوا لهم ثاني القفه. صافي حنا المشكله تاعنا هنايا وين راهي، حنا نطالبوا بالسكن، هذا اليتامى لازم لهم سكن، راهم عندهم وثائقهم، والاب تاعهم قبل ما يموت كان يطالب بالسكن. صافي خوهم الكبير جا، هو اللي راه متكفل بهم، خوهم الكبير ما عندوش خدمه، عندها ولاده ثاني ما عندهمش خدمه، خوهم الاكبر من الابواب ما همش كشغل، ما عندهمش خدمه، كون يروحوا ما يروحوش يلقطوا الحديد ويبيعوه ما ياكلوش، كون ما يجيب لهمش محسن ما ياكلوش. صافي ما عندهمش الامكانيات كاع، ما عندهم كويزينيغ، ما عندهم كويزينيغ. الام اللي راهي متكفله بهم كشغل ما كان كويزينيغ، عندها غير كانون صغير طيب عليه، ما عندهم فريجيدان، الماء غير الجوارين يبردوا لهم الماء. كشغل الحر بزاف، كشغل ما هنايا الحمان عندهم بزاف. حتى كما قال لك نداء للسلطات، حنا نقدموا النداء للسلطات وللمحسنين انهم يديروا اليد في اليد ويتكفلوا بهذا الدراري. هذو راهم لا اب لا ام، يعني يا ريت نكونوا حنا الاب ويا ريت نكونوا حنا الام، وهذو راهم ابناء الجزائر. اين ليا ما نقدرش نشوف، ما نقدر نشوف في السمش كي نخرج برا يضروني، اين ليا هني ندير في الكوطره وما بريتش مزين ما باي. توحش ابي وامي الله يرحم، ان شاء الله المحسنين تفكرون لي وقفوا انا صحيته وربي يحفظ. زيرتوب، اول قناة الكترونية في الجزائر.